وفاء، أنا رأيي من رأي سارة. يعني بيكون الحق معك بيصير الحق عليك، شو بدك فيها للبنت تحرجها؟ مش حلوة لا بحقك ولا بحقها. يا خيي وين وفاء؟ ما تغير الموضوع، عم بحكي معك. ما عم غير الموضوع سارة، هيدا الشيء بخصنا إلا ما بخص حدا تاني، بليز. دبر لي أسيستن جاد. أوكي. مش معقول هالزلمة مش رح يتغير. بالعكس، أنا ما عم شوف إلا إنه عم يتغير. وفاء! جاية جاية! ما بعت في كلمتين يا أستاذ. شو ها؟ وين كنت؟ عادي، يلا فيك تشحتني بس مش هلأ، بعد ما تسمعني. شو رأيك؟ عايش مين شافك ست لبنى؟ موضوع مش بإيدي ولا بإيدك، أنا ما خصني، ما تحط الحق علي. أنت عارف إنه اثنيناتنا استسلمنا. بس أنا كنت مجبور. شو أنا مش مجبورة؟ يعني أنت إذا بيك شافك عندي بده يزربك بالبيت؟ بيي لأ، بس ماما يمكن كانت عملت أضرب. أكيد أنا مش جاي لنعاتب بعض، أنا جاي لوضح الأمور أكتر، وبدي أطلب منك إنه نضل قراب من بعض. مش ضروري نكون خطبين أو مرتبطين، بس يعني يمكن يكون حدا بحاجة للتاني، هيك نضل قراب من بعض مش أكتر. حد بعض يعني؟ منسأل عن بعض، يعني اللي عايز التاني بلاقي حدته على القليلة. بس بيهمني كتير إنه ما أسمع كلمة عم تأذي حدا أو بعد عن حدا أو اللي عم تعمله عم يزعج حدا. كل هيدا الجو بدي بعد عنه. أنا قررت إنه ريح ضميري. بليز. المهم نعمل المقتنعين فيه، ما حدا يجبرنا على شيء. هذا كل اللي بدي اياه منك. اعتبريها وصلت. انتبه على حالك. انت كمان.